وصباح الخير من جديد مستمعينا، انتقلنا معكم مباشرة لفقرة الأبراج، ومعنا حاليا عبر التليفون ست فريال إبراهيم الخبيرة بعلم الفلك والأسماء والأرقام. صباح الخير ست فريال. يا صباح النور، أهلا أهلا فيك. اليوم رح تختصر أو نختصر حلقتنا على الأبراج معك، فيا صباح الخير والورد. بداية شو بتخبرينا عن حركة الكواكب؟ طبعا قطع الكل، طبعا بنحكي شوي عن حركة الكواكب. كوكب عطارد يتقدم في الجدي، يعني الأبراج الترابية لا بأس بأموره. تمام، ما رح ننسى الجوزاء كمان اليوم دخل بعد ما هيك شوي تعب، يمكن اليوم بيكون أحسن أموره بكتير. عزيزتي كمان كوكب الزهرة تتقدم في العقرب، طبعا ثور الأسد ما هن مرتاحين، دول البرجين لازم كتير ينتبهوا، وخصوصا عائليا ونفسيا ما هن مرتاحين، لازم كتير ينتبهوا على علاقتهم بالمحيط المباشر اللي هنن فيه. طبعا ما رح ننسى المريخ يتقدم في القوس، طبعا موقعه هذا ما كتير مريح كمان للجوزاء العذراء والحوت، لازم كتير ينتبهوا من ألفاظهم على صحتهم، من عصبيتهم. ممكن اليوم الألفاظ كتير إذا ما انتبهوا عليها تخسرون حدا بحبه. هاي بشكل عام لحركة الكواكب عزيزتي، ورح نبلش بأول الأبراج ونصبع على برج الحمل ونقول يسعد صباحك يا برج الحمل. طبعا بعد تعب هيك يصلوا أسبوع ما كتير منيح، ما كتير مرتاح، اليوم بس الأمور تصير أحسن. لا تتأفف من أخبار، يمكن أنت بحالة نفسية ما عم تحس بقيمة الأخبار اللي ممكن اليوم تسمعها، فعزيزي بتمنى كتير هيك تكون رايح تكون هادي. اليوم وعد بين وفاء لك، وهذا الوعد كتير بحقق لك يمكن نوع من الاستقرار إن كان مادي أو عاطفي. نعم. برج الثور. برج الثور صباح الخير يا برج الثور، اليوم بتمنى كتير الثوري ينتبه من مشاحنات، من عناد، من صوته العالي، ممكن حدا هيك يحطك بموقف او يواجهك بشيء انت مانك بالموضوع كله، مانك بالجو كله، ممكن كثير يوجه لك اصبع انتهام. انا برايي اذا ولا بد انت كنت محافظ على اتزانك وهدوءك وعدم عنادك وتسكت لما بيحكي، انا واثقه انك انت رح تنتصر عليه. لو ما حكيت، لو ما عصبت، لو اما اذا عملت العكس، لا رح كتير اليوم تكون مزعوج من عصبيتك، من حالك، من اللي بده يصير معك. ما في شيء مخيف ممكن انت تتقبله بكل هدوء، بتحل كل المشاكل او اكبر مشكلة باتزانك بهدوء. برج الجوزاء. جوزاء صباح الخير يا جوزاء، اليوم مزاجه ما انه منيح، انتبه اليوم على الفاظك، يمكن بتزعل حدا، حبيب، زوج، شريك، ممكن اليوم لازم كتير تنتبه وتكون حريص انه ما كتير يكون كلامك لازع او هيك تكون كلماتك كبيرة، او نحن نقول انه عم تشاور على حدا بكل هيك جرأة وتقول له انت كذا انت كذا انت، طبعا مثل ما بيقولوا انك عم توضح له او متحط ايدك على الجرح. فاليوم انتبه كتير عزيزي، ما في داعي ابدا ابدا. اليوم وبكرة تتحمل شوية يا جوزاء، حاول تسمع اكتر ما تحكي والأمور بخير. تمام. سرطان. صباح الخير يا سرطان، اليوم أمور منيحة، معنويات حلوة عم تعيشها، يمكن كلام تسمعه في نوع من الغزال، في نوع من المحبة، في نوع من الاهتمام، كأنه حدا بيحسسك أنه أنت كتير ضروري في حياتنا، فهذا كتير بيعطيك قوة وثقة وأصرار على أنك عم تمشي صح وأنت ماشي صح. فهذا الأمور كتير تعطيك قوة من المعنويات وثقة وتألق. برج الأسد. برج الأسد صباح الخير يا أسد، اليوم لازم كثير يا أسد يسمع مني ويبعد عن سوء الظن أو سوء الفهم، أو يعني إن سمعت كلام حاول تستفسر عنه، حاول تهدر حتى يتوصلك الفكرة. ممكن التبرير يكون أحيانا غلط، ممكن كله جايز، بس أنا بتمنى إنه أنت تكون عندك قبول إنك تعطي الفرصة للطرف الثاني حتى يحكي أو يبرر أو يعتذر. فحاول تكون انت متقبل اكثر وانتبه من الاصوات العاليه. فاليوم شكله عندك اصوات يا عزيزي يا اسد. العذراء. عذراء صباح الخير يا عذراء، اليوم كانه في مشكله ماليه او مشكله بحل المال، واليوم بلشنا
نحس فيها انه احنا عم نتنفس الصعداء. انا برايي اليوم عنده حسن قصه كثير بتهمه، ممكن يكون بيع شراء، ممكن تكون اتصالات مقطوعه واليوم ترجع. بشكل عام العذراء اليوم اموره واوقاته كلها انا شايفتها ايجابيه. نعم وصلنا عند الميزان. صباح الخير يا ميزان، اليوم مشغول كمان بترتيب بتنظيم خطه لصرفه لاموره الماليه، كانه عم يسعى انه يحافظ على طريقه معينه بشكل انه ما يحتاج او يعرف وين عم يروح فرنجو وين عم يروح. المهم اليوم بتمنى للميزان ينتبه من محاوله انه حدا هيك يتعدى عليه ولو يستغل طيبته او كرمه او هيك شيء من هالقبيل. بتمنى كثير ما تتنزل عن حقك وحاول تاخذ حقك بشكل كثير مزبوط وكثير منيح. برج العقرب. عقرب صباح الخير يا عقرب، عم تاخذ اليوم قرار. طبعا القمر ما رح ننسى انه عندك الى جانب كوكب الزهره عندك، فاليوم عاطفيا وطاقه من كل الانواع محتوي عندك بنفسيتك اليوم يا عقرب. فانت اليوم كانك عم تحاول تاخذ قرار، عم تمنح نفسك هيك نوع من السلطه انت بدك تمارسها، يمكن على المحيط اللي حولك او على الظروف اللي حولك او على انت شيء ناوي تعمله. بشكل عام عم ترد بقوتك وبجرأتك نوع من الاعتداء، وكأنه حدا بيتهجم عليك ولو بكلام أو باتهام أو، فأنت قد اليوم وراح ترده بشكل كتير مظبوط وكتير هيك مدروس. فالأمور أنا بعتبرها للعقرب كتير اليوم منيحة. القوس. رجل قوس صباح الخير يا قوس، اليوم ما بعرف من الصباح مانو مرتاح، مزاجي مقفقف. بتمنى كثير يكون هادي يبعد عن العصبية، لا ترد بنكورة يا قوس، لا ترد بعصبية، أمورك بتنحل. أما إذا ما سمعت الكلام ورديت بعصبية ونكورة وما عجبك العجب وحسست اللي حواليك بأنه أنت مانك مبسوط، ممكن اليوم تزعج حالك وتزعج اللي حواليك. فبتمنى كثير تسمع نصيحتي. مولود الجدي. جدي صباح الخير يا جدي، اليوم العلاقات للحوارات عنده اليوم استعداد ليتحمل أي شيء، ليستوعب أي شيء، ليسمع أي شيء. الجدي اليوم هو عم يحكي كأنه الحواليه بيقول أنه جدي اليوم غير طريقة كلامه، بدل على وعي، بدل على درس أخذه، بدل على أنه هو جاوز خطوة كبيرة أو مرحلة أو فترة، مضيت بكل قوة وبلش صح. نعم الدلو. الدلو صباح الخير يا دلو، مزاجك اليوم كمان شوي يا عزيز الكركب. ما بعرف اذا بدهم يزعلوا مني الابراج كلياتهم، بس المواقع الكواكب عم تتعرض احيانا وخصوصا الابراج الهوائيه او في منا الناريه، فعم موقع الكواكب ما انا منيحه لهم، فهن فعلا بحاله ما انا مضبوطه، عم يطلعوا من ظروف، عم يطلعوا من حاله، عم يبلشوا بمرحله، وكأنه إن شاء الله يا رب نقول الأحسن والأفضل. على كل حال الدلو مزاجه ما منيح، حاول إنك اليوم تكون متزن أكثر، لأنك أنت بوضع مفتور مهموم، كأنه هيك عنده قضايا أو تراكمات من فترة وما عاد عم يعرف يحلها أو صار صعب حلها أو تراكمت زيادة يا عزيزي، بتحس حالك مسبوق بحلها. فشوي هدوء وإن شاء الله الأمور بتصير كثير إن شاء الله. برج الحوت. حوت صباح الخير يا حوت، اليوم لكل جديد لكل تغيير، الأخبار حلوة، عنده مال، عنده أخبار، عنده هيك بشارات خير، كأنه كانت أموره هيك شوي أو مسائل كان صعب حلها، فاليوم كتير بحس بحاله، بحس بحاله إنه هالأخبار بتخص هيك مواضيع وبلشت لحالة تنحل وبلشت تكرز هيك بسهولة. فالأمور اليوم منيحة وكثير هيك بيعيش اوقات متالقه، يمكن اليوم للجامعات للرحلات، حدا بيحبه بيلتقى فيه وبيرجع مثل اول واكثر، بيعطيه نوع من المعنويات. فكمان الحوت اليوم بعتبره انا يومه ايجابي، ان شاء الله الاخبار الحلوه للجميع يا رب العالمين. ان شاء الله يا رب. كل الشكر لحضرتك السيده فريال ابراهيم الخبيره بعلم الفلك والاسماء والارقام. نكتفي اليوم بهذا القدر، يسعد لي صباحك وشكرا جزيلا. باي باي. أيضا أصدقائي شكر موصول لكم، نلتقي فيكم أكيد مع فقرة الأبراج أيضا بكرة وكل يوم الصباح. شكر لفقرة
فريق إذاعة أمواج وفريق قناة أوغاريت. كونوا بخير، باي باي.